يعني بالطبع هو يوم يعني حزين لجميع اللبنانيين، وبالطبع هي ضربة موجعة جدا لحزب الله. يعني بالعودة إلى تفاصيل الحادث، ربما يعني القلة من الخبراء المعنيين بهذا الأمر، وقد يعني سألنا الكثيرين لكي نعرف ماذا حصل تحديدا، لأن هناك كذا سيناريو. السيناريو الأول هي أن تكون هذه الأجهزة بعد أن طلب السيد حسن نصر الله من عناصره عدم استعمال الهواتف البلدية قد استخدمت من شركة إيرانية، وبالتالي ربما كان هناك خرق لهذه الشركة، وتم ربما يعني تفجير أو وضع أشياء مفجرة في هذه يعني الأجهزة. ولكن أنا أستبعد صراحة هذا السيناريو، لأنه يعني سيناريو مبسط بعض الشيء. ولكن الذي ربما أنا ميال له أن تكون هذه الأجهزة، لأنها أجهزة فيها بطاريات وليست كالبطاريات القديمة الكلاين، هي بطاريات الليثيوم، والليثيوم هي يعني فعل قنبلة نووية صغيرة، وحجم هذه القنبلة ومفعولها المتفجر قوي جدا إذا ما تم التقاط الموجة التي تعمل عليها. وبالتالي يعني ربما الخرق جاء من هنا، من خلال خرق هذه الموجات، إن كان بمعرفة الشركة المصنعة وبالتالي تم خرق الموجات التي تعمل عليها هذا البيجر، أو ربما عبر المسيرات التي منتشرة بشكل كثيف جدا في الأجواء اللبنانية، والتي ربما التقطت هذه الموجات وقامت ربما يعني كنوع من محفز لهذه البطاريات، والتي جعلتها تنفجر وتتحول إلى قنابل موقوتة قد يعني وضعت لدى كل من هذه العناصر. وبالتالي يعني هذان السيناريوهان هما المتداولان اليوم، وأنا قلت يعني ميال إلى السيناريو الثاني، اللي هو الذي كما استعلمت عنه من اختصاصيين هو المنطقي أكثر والأكثر يعني إلى التصديق. وبالتالي هذا يثبت مرة أخرى تفوق تكنولوجي كبير جدا للعدو الصهيوني نعم على حزب الله، وبالتالي هذا ربما كان العمل السيبراني الأكبر، ليس في المنطقة بل في العالم، يعني بهذه الطريقة. وأيضا ربما جعل اللبنانيون يتذكرون أيضا تفجير مرفأ بيروت وكيف فجر، يعني لأن هناك أيضا عناصر متشابهة جدا بهذا الموضوع.